مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، أبنائي الأعزاء طلاب الصف التاسع، أحييكم وأقدم لكم هذا الدرس الجديد من دروس مادة الرياضيات. ما زلنا في الوحدة الثامنة، موضوعها كثيرات الحدود والمقادير النسبية. الدرس اليوم إن شاء الله هو الدرس 8-4 بعنوان تحليل كثيرات الحدود إلى عوامل. درسنا اليوم تحليل كثيرات الحدود إلى عوامل، الهدف إن الطالب يحلل كثيرات الحدود إلى عوامل، والدرس موجود في صفحة 151. هنبدأ بالمثال رقم 1 وهو إيجاد العامل المشترك الأكبر. إيجاد العامل المشترك الأكبر، أسألك أقول لك ما العامل المشترك الأكبر؟ ما العامل المشترك الأكبر GCF لحدود كثيرة الحدود 12x أس 5 زائد 8x أس 4 ناقص 6x أس 3؟ طيب، هنا أولا كلمة العامل المشترك يعني هذه الحدود جميعها تقبل القسم عليه، إيش هو الشيء القاسم المشترك بينها؟ فأولا هنروح ناخذ الأعداد الـ 12 والـ 8 والـ 6. الـ 12 هنحلله، حل الـ 12 تمسك الحاسبة تقسمه، تقسم على 2 يعطينا 6، تقسم على 2 يعطينا 3، نقسم على 3 يعطينا 1. فالـ 12 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 3. طبعا هذا الموضوع موضوع قديم ودرسته في المرحلة الابتدائية. العدد 8 لما يتحلل يكون عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2، والعدد 6 عبارة عن 2 ضرب 3. وتشوف ايه المكرر المشترك اللي هنا، واضح هنا ان العدد 2 مشترك بين الثلاث اعداد، تمام؟ فهتكتب العامل المشترك الاكبر هو 2 اللي هو العدد المشترك هذا. وتعالى بقى على الايه، على الرموز. هنا في اكس اس 5 وفي هنا اكس اس 4 واكس اس 3، الا دايما بناخد العامل المشترك الاكبر الاس الصغير، الاس الاصغر، يعني اكس اس 3. ليه؟ لان هنا اكس مكرر 3 مرات، وهنا تكرر 4، وهنا تكرر 5. اذا الاكس المكرر هو ايه؟ 3 مرات، هو العامل المشترك. اذا العامل المشترك الاكبر هو 2 اكس اس 3. انتبه للاس. ننتقل الى التدريبات، والتدريب الاول بعنوان ما العامل المشترك الاكبر لحدود كثيرة الحدود 4m أس 5 زائد 10m أس 4 ناقص 14m أس 2. نفس الطريقة عز الطالب، هنحلل، نحلل 4 معروف 2 ضرب 2، 10 عبارة عن كم؟ 2 ضرب 5، 14 عبارة عن كم؟ 2 ضرب 7. ما هو المشترك عز الطالب؟ واضح ان عندك الاثنين مشترك اهو، فالعام مشترك الاكبر 2. لسه المسألة لم تنتهي بعد، روح على الرموز. هنا ام اس 4 وام اس 5 وام اس 4 وام اس 2، واضح ان العامل المشترك هو الاس الاصغر، الرمز باصغر اس اللي هو ام اس 2. خلاص، اذا عايز الطالب العامل المشترك الاكبر هنا هو 2 اللي هو المشترك هنا في الاعداد، والام اس 2 اللي هو المشترك في الرموز، المشترك في الرموز اللي هو الاس الاصغر، الاس الاصغر. ننتقل إلى السؤال التالي. السؤال التالي، ما العامل المشترك الأكبر لحدود كثيرة الحدود التالية 6 إن أس 4 ناقص 12 إن أس 3 زائد 15 إن؟ هنبدأ بالأعداد، الستة عبارة عن 2 ضرب 3. طيب، وعندك الـ 12 عبارة عن كم؟ 12 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 3، لأن 4 ضرب 3، تروح تحلل 4 يطلع 2 ضرب 2، يبقى ال 12 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 3. طب والعدد 15 طبعا سهل اللي هو عبارة عن كام؟ 3 ضرب 5. ما العامل المشترك عز الطالب؟ واضح ان هنا العامل المشترك هو كام؟ 3. فالعامل المشترك الأكبر هو 3. وروح بقى يشوف الرموز. هنا ال n أس 4، وهنا ال n أس 3، وهنا ال n أس كام؟ أسمعك تقول ماذا؟ n أس 1.
إذن العام المشترك هو الإن أس واحد، يعني أصغر أس وهو الإن. إذن العام المشترك الأكبر، العام المشترك الأكبر هو 3 إن. العام المشترك بين هذه الحدود جميعا هو العدد أو الحد الجبري 3 إن. ننتقل إلى السؤال التالي، وهو حاول أن تحل. أوجد العامل المشترك الأكبر GCF لحدود كل من كثيرتي الحدود. السؤال الأول فيها هو 15 X أس 2 زائد 18. طيب ال 15 عبارة عن كم؟ 3 ضرب 5. وال 18 عبارة عن كم؟ 2 ضرب 3 ضرب 3، اللي هو إيه؟ العوامل الأولية. إيه المشترك اللي عندك؟ واضح 3 مشترك أهو، العام المشترك الأكبر هو 3. طيب هنا في اكس اس 2 وهنا بدون اكس، خلاص طالما الرمز مش مكرر خلاص يبقى مش مشترك، لان المشترك معناه شيء مكرر. العامل المشترك هو شيء مكرر في كل الحدود. فهنا بالنسبه للحد الاول في اكس اس 2، الحد الثاني بدون اكس خلاص. اذا العام المشترك هو 3 بس، اللي هو العدد اللي موجود كعام مشترك بين ال 15 وبين 18. ننتقل الى السؤال التالي اللي هو رقم بي. طالب منك التحليل إيجاد العامل المشترك الأكبر للمقدار سالب 18 y أس 4 زائد 6 y أس 3 زائد 24 y أس 2. هنبدأ الأول بعد 18، ما يعني لا تدخل الإشارات هنا في الموضوع. 18 عبارة عن 2 ضرب 3 ضرب 3، اللي 2 ضرب 9 يعني. وعندك 6 عبارة عن 2 ضرب 3، وعندك 24 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3، تضربهم 2 ضرب 2 4، 4 ضرب 2 8، ضرب 3 24. وبعد كده تعمل عملية تشوف مين العامل المشترك. هنا الاثنين مشترك اهو، وعندك أيضا الثلاثة مكررة. يبقى عندك العامل المشترك الأكبر هو الستة، لأن هو اللي موجود مكرر الاثنين مع الثلاثة. الاثنين والثلاثة مكررين، 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 3 6. عام مشترك الأكبر 6. وبالنسبة للواي، لاحظ هنا في واي أس 4 وفي واي أس 3 وفي واي أس 2، يبقى العام مشترك هو عبارة عن كم؟ واي أس 2. وبذلك نكون قد أوجدنا العامل المشترك الأكبر بين هذه الحدود الثلاثة، اللي هي سالب 18 واي أس 4 و6 واي أس 3 وال24 واي أس 2. طلع الحل عبارة عن 6 واي أس 2. إلى هنا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من درس اليوم، متمنيا لكم دوام التوفيق والتفوق بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء في درس جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.